لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله في هذه الوحدة سنتحدث عن محور في تاريخ الجودة، ومتى بدأت وكيف بدأت ورواد هذه المرحلة، ثم نتحدث عن الوحدة التدريبية الثانية اللي هي في القيادة، نتكلم عن مفهوم القيادة وصفات القائد وأهمية القيادة في إنجاح إدارة الجودة، ومجلس الجودة اللي تكلمنا عنه هو الخطوة الثالثة من خطوات تطبيق الجودة، والمهام الرئيسية لهذا المجلس وعناصر التميز في القيادة. فنبدأ إن شاء الله في تاريخ الجودة، متى بدأت الجودة. بعض العلماء يعزي تاريخ الجودة إلى بداية 1900، لكن لو جينا من التاريخ الأول نجد أن الجودة من بداية الخليقة. سبحان الله، يعني كنت سارح مرة في الموضوع فبقول حتى أبناء آدم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، يعني في شيء أفضل من الآخر، تقبل هذا العمل ولم يتقبل الثاني. ليس فقط المنتج إنه هذا أفضل من هذا المنتج، قد تكون النية خالصة لله أو غير ذلك، أو قد يكون هذا العمل متقن أو غير متقن. فهي من بداية الخليقة هناك في الجودة. وحتى يعني بعض الناس اللي بتكلموا عن التنافس اللي صار الأفضل، ونظريات العلماء اللي قالوها في الأحياء والجينات والبقاء للأقوى والبقاء للأصلح والانتخاب الطبيعي وهكذا، هذه كلها النظريات طبعا في الأعراف التطور تشطوا فيها هم وتوسعوا فيها بطريقة إنه أصل الإنسان. لا، ما بدنا نتطرق لهذا الموضوع، اللي بهمنا في هذه النقطة فقط إنه هناك في تقييم، في شيء أفضل من شيء، في تقييم إنه هذا العمل أفضل من هذا العمل في تاريخ البشرية كلها. وفي الإسلام وفي قبل الإسلام حتى لو جينا للتاريخ الهجري أو عفوا الجاهلي، كانت هناك المعلقات السبعة المشهورة. إذا كان هناك في تقييم وفي معايير جودة لهذه المعلقات اللي علقت في جدار الكعبة لأنها أفضل ما قالت العرب. وكان هناك أيضا في الشعر نفسه يقولون أفضل بيت قيل في الهجاء، وأفضل بيت قيل في الفخر، وأفضل بيت قيل في المدح، وأفضل بيت قيل في كذا وكذا في وصف. فهناك في تقييم حتى نقول أن هذا العمل هو أفضل من هذا العمل، فهناك معايير للجودة. ولو جينا للتاريخ الإسلامي أيضا في الجودة نجد عندنا مبدأ اسمه الحسبة والاحتساب. أنا قرأت في كتب الحسبة أن هناك معايير حتى ذاكرين بالنص للرجل الذي يبيع الزلابية، معيار في عمق الصاج اللي بيقلي فيه، ومعيار في الزيت وشكله، ومعيار في كمية العجين، ومعيار في فهم حطوا معايير. وهذا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضعوا معايير الحسبة أو عصر التابعين. هناك معايير لتقييم الولاء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع هذه المعايير. هناك معايير في الحديث الشريف وعلم الجرح والتعديل، أنا بعتبره هذا من الأصول اللي في الجودة، وإن كان يمكن الناس اللي تكلموا فيه قليل. هناك معايير فعلا وضعها المسلمون في التقييم للأحاديث، لتقييم الأعمال، لتقييم الكذا، إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذا معيار الديمومة والاستمرارية اللي الجودة دائما بتعتبره هو مبدأ أساسي من الجودة. أنا سأعرض عليكم الآن في الشريحة هذه المخطط اللي اعتمدوه اللي هو معهد الجودة الفيدرالي. هو بدأ من 1900 صراحة، فهو بقول كان في 1900 الذي يحدد معايير الجودة هو العامل أو في المصنع، فيقول أن هذه العلبة مصنوعة بطريقة سليمة أو لا،
او فيها عيوب فيشيلها وما تروح للتصدير، ترجع للمصنع حتى يعدلها. في سنة 1918 صار التقييم بواسطة رئيس العمال اللي بيسموه الفورمان. فالفورمان او المسؤول العمال هو الذي يقيم. في 1937 عينوا الفاحص او وجدوا فكرة او وظيفة للفاحص اللي هو بيشيك او بيتمم على موضوع الجودة في المنتجات. ثم بعد ذلك الفحص صار هناك الأخصائي الفحص. وفي سنة 1960 صار عندك اللي هو بسموه الضبط المتكامل للجودة. في سنة 1980 اعتمدوا معايير الجودة ورجعوا يقولوا انه العامل هو الأساس في الفحص، وظهرت نظريات إدارة الجودة الشاملة كما ستجدها في هذه الشريحة. فيقول بدأت الجودة في أمريكا، وديمينج إدوارد ديمينج هذا أمريكي أصلا، فلكنه لما قدم أبحاثه لم تلقى الدعم الكافي وما تبنتها الإدارة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية في ذاك الوقت. هنا اليابان سمعت بديمينج واستدعته إلى اليابان وأعطته راتب محترم وبدلات وإلى آخره، ومكث في اليابان 30 سنة حتى أسس الجودة اللي اليابان اعتمدتها في شركاتها. ولو جينا ندخل في تفاصيل الجودة بعد فترة إن شاء الله ستجد أن شركة تويوتا لها عالم من الجودة، مدارس في المعايير وحتى أنه كل قطعة، كيف أنت بتستبدل قطعة سيارة والسيارة عندك من موديل قبل 5 سنوات أو 10 سنوات بتطلبها على الرقم، بتجيك من الشركة هي نفس القطعة بتركب في نفس المكان إلها مواصفاتنا، هي نفس المواصفات. فهذه المعايير اللي اعتمدها ديمينج من سنة 1956. اليابان اتبنت ديمينج وجابته على اليابان واشتغل فيها كما قلنا 30 سنة، وحتى هو بعد وفاته عملت جائزة اسمها جائزة ديمينج للأداء المتميز. ولما طبقت اليابان معايير الجودة اللي حطها ديمينج اللي هو أمريكي في الأصل، كانت سبب في تنافس الشركات اليابانية، وبالأخير هي التي فازت على مستوى العالم بالسبق أكثر من الشركات الأخرى. وصار هناك أسماء كثيرة في الجودة، في الصناعة أو في الصحة أو في التعليم، فكل واحد في مجال جودة تخصص في جزء معين، منهم جوزيف جوران وإدوارد ديمينج وفيليب كروسبي وولتر شوهارت ودونالد بيديان. نتكلم عن كل واحد منهم باختصار يعني كده حتى نعرف مين هذا وشو اللي عمله. جوران يعد من أوائل من عمل بالجودة، وقام بتأليف الكثير من الكتب والمقالات في المجلات والجرائد. في سنة 1951 أصدر جوران كتبه، وأكثر كتاب مشهور كان في مراقبة الجودة اللي هو كان مسميه Quality Control. Quality Control هي مراقبة الجودة. في سنة 1979 أسس معهد اسمه معهد جوران متخصص في إدارة الجودة، وعرف جوران الجودة بأنها الملائمة للاستعمال، إن أنا بنتج منتج أستفيد منه ويلبي حاجاتي. وهناك مفهومين خرجوا من هذا المفهوم اللي الملائم للاستعمال. اولا ان الجوده تعني تقليل معدل الاخطاء الى اقل حد ممكن في كل مراحل العمل. ما بقول انه ما في اخطاء الا ما يكون في اخطاء، يعني ما تقول لي مصنع طلع 1,000,000 علبة بدون ولا علبه خربانه او ولا علبه غير مطلع. لا، في واحده، في تنتين، في خمسه، لكن في معايير الجوده انك تقلل الأخطاء إلى أقل حد ممكن. وهذه الأخطاء بدها تكون إما في التصميم أو في الإنتاج أو في البيع، يمكن طريقة تغليفها عشان تبيعها ما كانتش سليمة، طريقة عرضها ما كانتش سليمة. تجد أن الشركات الآن هي التي تشرف على عرض المنتج في الباترينة في المحلات، وبالتالي حتى نصل إلى منتج خالي من العيوب. البند الثاني
من مبادئ جوران، يقول أن الجودة تعني توفير الصفات والخصائص التي تلبي احتياجات متلقي الخدمة وتوقعاته المعلنة أو العينية أو الضمنية المعنوية. يعني إذا أنا بدي أطلع منتج خالي من العيوب قدر الإمكان، وفي نفس الوقت يلبي حاجة المستفيد عشان يشتريه، وإلا هتيجي شركة ثانية تعمل مواصفات أفضل منه وتشتريه. الآن تجد الجودة لها مكانة كبيرة في الشركات اللي فيها تنافس شديد. مثلا على سبيل المثال عندك صراع قائم بين آيفون وسامسونج، كل واحد بيطلع لك مواصفات أفضل أو خدمة أفضل أو إمكانيات أفضل أو طاقة تحمل أو قدرة أو قوة أفضل. وبالتالي كل ما أنت طلعت منتج أفضل بكون حصتك في السوق أكبر وبكون مبيعاتك أكثر. طبعا حصة البيع لا تعتمد فقط أن منتجك أفضل، عندك خدمة العملاء لها قيمة كبيرة ولها وزن في الجودة، عندك كيف الصيانة، كيف التعامل مع الناس، كيف تلبية الاحتياجات، كيف العمر الافتراضي فعندك معايير مختلفة الآن سنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. لكن كمثال احنا ضربناه. إذا جوران لما عمل معهد جوران للجودة ركز على الملائمة للاستعمال وقال عندي مفهومين، المفهوم الأول اللي هو تقليل الأخطاء قدر الإمكان، والمفهوم الثاني أن يلبي هذا المنتج احتياجات العميل. ولخص نظريته جوران بسماها نظرية ثلاثية جوران. ثلاثية جوران عمل ثلاث أشياء اللي هي تطبق الجودة عنده، المراحل الثلاثة لنظرية جوران اللي سماها ثلاثية جوران. النقطة الأولى أو البند الأول تخطيط الجودة quality planning، ثم ضبط الجودة quality control، ثم تحسين الجودة اللي هو quality improvement. نتكلم عن كل واحدة باختصار. لما نتكلم عن تخطيط الجودة قال ديمينج حتى أنا أخطط للجودة في أي مؤسسة يجب أن تقوم هذه المؤسسة بوضع أهداف، أهداف مستقبلية. وكما تعرفون في علم الإدارة كل شركة لها رؤية أن تكون الشركة الرائدة في مجال كذا. طب حتى تحقق هذه الرؤية لابد أن تضع أهداف استراتيجية، هذه الأهداف توصلها إلى تحقيق الرؤية. وبالتالي عشان يكون عندك جودة في التخطيط يجب أن تكون أهدافك الاستراتيجية توصلك إلى رؤيتك أو الرؤية التي وضعتها الشركة. وعشان تحقق هذه الأهداف لابد من تحديد موارد وأدوات لتحقيق هذه الأهداف وتحديد المستفيد من خدمات الشركة حتى أنا ألبي احتياجاته. لأنه أنا كل ما لبيت احتياجات الكاستمر العميل بالتالي هو يقبل على شراء منتجات هذه الشركة، وبالتالي يؤدي إلى زيادة المبيعات، في النهاية تكون زيادة أرباح الشركة. إذا بدأ جوران بثلاثية جوران اللي هي بالبند الأول اللي هو تخطيط الجودة، وبدأ قلنا الرؤية الاستراتيجية لها أهداف مستقبلية، والأهداف لتحقيقها يجب أن يكون عنده موارد وأدوات لتحقيق هذه الأهداف مرتبطة باحتياجات العميل. النقطة الثانية ضبط الجودة، وقال في ضبط الجودة اللي هي quality control لابد من تحديد العمليات. أنا عشان أحقق الهدف أنا عندي أدوات وعندي طريقة، لابد أن أحدد العمليات بالتحديد وأحدد العمليات التي تحتاج إلى تحسين. وعشان أعرف إنه هذه العمليات تحتاج إلى تحسين أو لا لابد من وضع آليات لقياس تطبيق هذه العمليات، هل قيست هذه العمليات بالطريقة الصحيحة أو لا. فعندي evaluation tools، عندي أدوات تقييم عشان أقيم هذه العمليات.
وثم وضع آلية لتحديد طرق المراقبة. أنا كيف بدي أراقب إنه هذه العملية تمت بالطريقة الصحيحة؟ هل يكتفي مثلاً إن أنا أسأل الموظف والله كيف عملت؟ حيقول عملنا بطريقة 1 2 3، ولا إني أضع كاميرا، ولا أضع مراقبين، ولا أنا أحط استبانات، ولا أشوف المنتج طلع بطريقة صحيحة ولا لا. إذا هناك عدة طرق أيضاً سنتكلم عنها مستقبلاً في آليات تقييم الجودة، إن أنا كيف أحدد إنه هذه الآليات والعمليات تمت بالطريقة الصحيحة ولا لا. ثم أخيراً اتخاذ الإجراء الصحيح لتحسين هذه الطريقة أو الإبقاء عليها. إذا النقطة الثانية اللي هي ضبط الجودة، تحديد العمليات، تحديد من يحتاج من هذه العمليات إلى تحسين، وضع آلية لقياس طريقة تنفيذ العمليات، ووضع آلية للمراقبة، ثم اتخاذ الإجراء الصحيح لتصحيح هذه العمليات. النقطة الثالثة والأخيرة في ثلاثية جورب اللي هي تحسين الجودة. كيف أحسن الجودة؟ اللي هي quality improvement. قال لابد من وضع آليات لتحقيق الجودة بشكل مستمر، وتوزيع الموارد والمهام بمتابعة مشاريع الجودة، وإجراء التدريب اللازم للعاملين، إن العاملين على الأداء لابدهم يتدربوا. لا أكتفي بأنه عنده تدريب وهو يعرف. ثم تشكيل إدارة تتولى مسؤولية متابعة الجودة والمحافظة على المكاسب المحققة. إذا عشان أحسن الجودة بدي أحط آليات، وأوزع الموارد وأتابعها، وأحط تدريب أو أعمل تدريب للعاملين، وأشكل إدارة تتولى مسؤولية المتابعة والمحافظة على هذه المكاسب. نجملها باختصار، ثلاثية جوران لها 3 محاور ثلاثية: تخطيط الجودة Quality Planning، وضبط الجودة Quality Control، وتحسين الجودة Quality Improvement. هكذا بنكون عرفنا من هو جوران وشو فكرته في الجودة وشو الإسهامات اللي قدمها للجودة. بنيجي لرائد الجودة وأبو الجودة بسموه اللي هو ديمينج الأمريكي اللي تبنته اليابان. الجودة بالنسبة لديمينج عبارة عن تخفيض مستمر للخسائر وتحسين مستمر للعمل في جميع النشاطات. إذا تخفيض من جهة وتحسين من جهة، تخفيض للخسائر وتحسين للأداء. تناول ديمينج عدد من الجوانب المهمة للإدارة وكيفية تحسين مستويات الإدارة. فالإدارة عند ديمينج هي المسؤولة عن فهم نظام العمل وتماسك وثبات الإجراءات ودعم التحسين. كل النظريات اللي احنا بنضعها في الجودة وبدنا نطبق هذه الجودة، إذا ما كان في إدارة ومتابعة لهذه العمليات، بالتالي بيكون حبر على ورق أو ورق مكون في الأدراج، وهذه الجودة ولا حدا بيشتغل فيها. الجودة أنا عندي فكرة دائما أقولها، إنه الجودة إذا أنا عملت إدارة جودة وما فعلتها، فعلا بتكون عبء على المؤسسة ومصاريف إضافية وأعباء إضافية وتعرقل العمل. كيف بتعرقل العمل؟ نعم بتعرقل العمل وبتزيد المصاريف. كيف؟ لما أنت تعمل استبانات وتقول للموظف وقف شغلك وتعال عبي لي هذه الاستبانة من 20 ورقة أو 30 ورقة، واكتب تقارير واعمل كذا، أصبح يترك عمله ويقعد يعبي في النماذج هذه. وفي نفس الوقت هذه النماذج مش مدروسة بطريقة صحيحة ولا تؤدي إلى نتائج علمية وطريقة صحيحة، بالتالي أعاقت العمل وضيعت الوقت والجهد والمال. لكن لو كانت معمولة بطريقة صحيحة وطريقة مدروسة وما بتأخذ وقت كثير وعبارة عن تعبئة فراغات أو صح وخطأ أو كذا، بالتالي ما بتأخذ وقت وبتأدي إلى نتائج وتضع فعلا يدها على النقاط التقصير وبالتالي بتعالجها. ديمينج عنده مبادئ بسموها مبادئ ديمينج أو نقاط ديمينج 14 لتحسين الجودة. ديمينج وضع 14 عنصر وربطها في الجودة،
وممكن تطبيق هذه العناصر على المؤسسة التعليمية أو الصحية أو الخدمية أو المصنع أو أي مؤسسة، غير في العبارات لكن المبادئ هي نفسها، مبادئ ديمينج الـ14. لو جينا نتكلم العبارة ممكن نحط كلمة المدرسة ونشيلها ونحط المستشفى، نشيلها ونحط المؤسسة، حط المصنع، حط اللي بدك إياه. فنيجي نقرأها باختصار أو نذكرها باختصار. أولا، وضع المؤسسة لأهداف تطويرية ترتكز على الجودة. قول المؤسسة، قول المدرسة، قول الجامعة، قول المستشفى، العيادة، أي شيء، وضعها لأهداف تطويرية ترتكز على الجودة، ويتحمل مسؤوليتها جماعيا كل فرد في هذه المؤسسة، وتحقق لهم متعة العمل، متعة التعليم، متعة العلاج، متعة أي شيء أنت حسب هذه المؤسسة. إذن البند الأول، وضع أهداف تطويرية للمؤسسة يتحمل مسؤوليتها الجميع في هذه المؤسسة وتحقق المتعة لجميع أعضاء هذه المؤسسة. هذا البند الأول. البند الثاني، تبني فلسفة تربوية صحية إدارية، مثل ما قلنا احنا ممكن غير مثل ما احنا محتاجين، تبني فلسفة تحقق التحسين المستمر الذي يساير متطلبات العصر. إذا أنا عندي تطوير مستمر عشان أنا أساير متطلبات العصر. أعطيكم مثال، قبل 20 سنة كان في تليفون مشهور في العالم وكان يحقق أعلى مبيعات تليفونات في العالم، تذكروا اسمه؟ نوكيا. نعم، تليفون نوكيا كان أفضل تليفون وأكثر تليفون مبيعا في العالم. ما الذي جعله يندثر ويطلع وراء الآيفون والسامسونج والهواوي ومدري أسماء كثيرة وما حد يذكر التليفون نوكيا في التليفونات الذكية؟ بالمناسبة قبل شهرين تقريبا بدأت نوكيا تستعيد شيء من أعمالها وبدأت تنزل السوق مرة ثانية، لكن ما الذي جعلها تتراجع كل هذا؟ مما قرأت في أسباب الفشل، ولما قدم المدير التنفيذي تقريره عن شركة نوكيا وكان يقول انه احنا ما فشلنا، كانت التحديات اكبر منا، وبكى في ذاك الموقف. بالمناسبة المدير التنفيذي في اي شركة هو يعتبر الدينامو لهذه الشركة، وبعض المدراء التنفيذيين بياخذوا رواتب خيالية. كان السبب الرئيسي انهم الغوا نظام اللي احنا بنسميه اليوم النظام الجودة، وكان نظام الدراسات المستقبلية ودراسة السوق ومتطلبات العصر، اللي هو البند الثاني من مبادئ ديمينج الـ14 في الجودة. فلما هم ما سايروا السوق وركزوا الموظفين، بدل ما أنا أصرف على الدراسات والأبحاث وماذا يحتاج السوق، لا أنا بدي أركز على الإنتاج وموظفي المبيعات وكذا عشان يبيعوا أكثر، كانت فكرة خطأ 100% وراحت الشركة. إذن البند الأول، نرجع عشان ما ننسى، لديمينج اللي هو وضع أهداف تطويرية للمؤسسة بتحمل مسؤوليتها الجميع والكل بشارك فيها. رقم 2، تبني فلسفة تحقق التطوير المستمر والتحسين المستمر يساير متطلبات العصر. رقم 3، استبعاد عمليات التفتيش والنظر للطرق البديلة لتقديم الأداء الذي يضيف للعاملين، الذي يصنف العاملين ويرتبهم حسب أدائهم. كيف يعني؟ إن أنا أخلي الناس تشتغل زي ما هي عايزة، لكن أنا أخلي مفتش سواء في التربية والتعليم يزور المدرس فجأة مرة ولا مرتين في السنة وهو ونصيبه. لا، طب أنا بدي أعمل عملية تقويم مستمر ومتابعة مستمرة، وأخلي الموظف نفسه يشارك في الجودة ويشارك في التقييم ويعمل تقييم ذاتي لنفسه ويعتبر نفسه وجزء من هذه المنظومة، منظومة الجودة. البند الرابع، العمل على تعزيز العلاقات التي تبنى على أساس الثقة وتحقيق الانتماء والعمل بروح الفريق. قيل لأحد العلماء، لماذا ينجح الغرب ويفشل علماءنا هنا في الدول النامية بشكل عام، مش عربي أو غير عربي؟ قال الدول المتقدمة تدعم الفاشل حتى ينجح، والدول النامية
أو النايمة ببعض المصطلحات هي التي تحارب الناجح حتى يفشل. إذن البند الرابع عند ديمينج العمل على تعزيز العلاقات التي تبنى على الثقة وتحقيق الانتماء والعمل بروح الفريق. سأرسل لكم لقطة فيديو من دقيقتين تقريبا. طلاب مدرسة في اليابان بتعلموا قفز الحصان الخشبي في الرياضة. أحد الطلبة بنيته ضعيفة، ما استطاع أنه يقفز. في بعض الدول العربية مثلا تجد أن الطلاب يبدأوا بإيش؟ بأنهم يضحكوا عليه أو يتهزأوا عليه أو كذا. بمعنى أنه بيحاربوه لأنه أو يتهزأوا عليه أنه ما استطاع أنه يقفز. لكن تجد هؤلاء الطلبة في اليابان يشجعون هذا الطفل، ويمكن البعض منكم شافه على اليوتيوب، ويصفقوا له من عدة محاولات ثلاثة أو أربع مرات حتى استطاع أنه يقفز بتشجيع من زملائه. إذن البند الرابع تعزيز العلاقات التي تبنى على الثقة وتحقيق الانتماء والعمل بروح الفريق حتى الجميع ينجح. وفي حاجة ثانية أيضا في اليابان، نعمة الكراسي. احنا عندنا الكراسي بتكون 9 والطلاب 10، وكل واحد بشطارته يعمل اي شيء حتى يفوز بالمقعد ويخسر زميله، واللي بيخسر حيطلع وبيبقى بالاخير واحد هو اللي بيفوز. اليابانيين عملوها بالعكس، انه الفريق الذي لا يتكاتف حتى يجلس جميع الاعضاء هو الذي يخسر، فبالتالي ينمو العمل بروح الفريق. وهذه من مبادئ ديمينج أيضا اللي وضعها، هم طبقوها على الجانب التعليمي. البند الخامس تحسين الخدمات والمواد التعليمية وزيادة الإنتاجية من خلال التخطيط. طبعا على المواد التعليمية قلنا بتسميها الخطوات العلاجية، بتسميها الخدمات الإنتاجية، بتسميها كل حسب المجال اللي أنت بتستخدمها له. إذا تحسين الخدمات من خلال التخطيط الجيد. 6 التدريب المستمر للعاملين أثناء الخدمة من قبل المديرين، إنهم يختاروا مدربين مشهود لهم بالكفاءة. أنا مش بس بدي أعمل تدريب، التدريب مش رفع عتب، التدريب يجب أن يكون بناء على حصر احتياجات تدريبية حقيقية، يكون بناء على حاجة لهذا التدريب، إما لتعزيز كفاءة أو لعلاج ضعف أو لعلاج مشكلة أو للتدريب على ماكينة جديدة أو آلة جديدة أو نظام عمل جديد، أو أحد الموظفين اترقى صار رئيس قسم محتاج بعض المهارات القيادية. إذا حصر الاحتياج التدريبي بطريقة علمية وبطريقة مدروسة، وأجيب مدرب عارف المادة التي يدرب فيها وعارف مخرجاتها وعارف مدخلاتها وعارف لماذا ندرب وما الذي سنخرج به بالتدريب، وأقيم التدريب بطريقة صحيحة. إذا أنا أختار مدربين مشهود لهم بالكفاءة بما يحقق تحسين الأداء. 7 توفير القيادة التشاركية الفعالة الهادفة ودعم الأفراد بتوفير الإمكانات والأدوات التي تسهم في مساعدتهم على تحقيق مهامهم على النحو الأفضل. 8 إيجاد الجو النفسي الإيجابي وطرد الخوف وتوفير بيئة آمنة حتى تحقق الفاعلية في الأداء، وذلك يتم ممكن عن طريق السماح للأفراد بالبحث عن المشكلات وتبليغ الإدارة عنها دون ما تردد. إحنا عندنا صراحة لو جينا نتكلم عن هذه النقطة، الجو الإيجابي النفسي، أنا كموظف على سبيل المثال، أنا كسكرتير أو أمين سر، لكن عندي مشكلة في تشفير الملفات المهمة إن أنا أضعها، أجد من الحرج الشديد إن أبلغ المدير إن أنا أجهل هذه النقطة، خوفي إنه يستبدلني أو يقول عني فاشل أو يشيلني من الوظيفة اللي أنا يعني ما صدقت أوصل إلها أو أي اعتبار. لكن لما أنا أعرف إنه في أمن وظيفي وفي بيئة آمنة وفي ودية بيننا وبين الإدارة، أنا أقول له يا مدير أنا عندي ضعف في هذه النقطة أو أنا أجهل هذه النقطة،
اما بدربني هو او ببعثني لوجهه بدربني او بجيب خبير يقول لي عن العلاج لهذه النقطه او غيرها، يعني مش شرط نقطه التشفير او غيره. بمعنى انه اي واحد في وظيفه يخفي عيوبه ولا يظهرها خوفا من انه ياخذ عليه نقطه سلبيه. اذكر في الامارات كان وظيفه مدير اداري، في المقابلات احد المتقدمين هو سمعتها منه مباشره بيقول اتفاجأت من سؤال سألوني اياه، شو نقاط ضعفك؟ دائما بيسألوا شو مهاراتك، شو خبراتك، شو امكانياتك، شو الاشياء اللي بتقدر تسويها. قال سألوني شو نقاط ضعفك، وهذا السؤال له ما وراءه. يمكن الواحد يقول لهم انا ما عندي نقاط ضعف، بالتالي هذا فاشل، ما فيش انسان فينا ما فيهوش نقاط ضعف. السؤال المتوقع بعده، هل ستبقي على هذه نقاط الضعف؟ هل عملت على علاجها؟ هل تستطيع انك تتخلص منها او تخففها او يعني له ما بعده. لكن لو انسان راح لمقابله ومش عارف هذه النقطه وسالوه ما هي نقاط ضعفك؟ هيقول لهم انا ما عندي نقاط ضعف، هذا فاشل. اذا النقطه الثامنه عن ديمينج، ايجاد الجو النفسي الايجابي بطرد الخوف وتوفير بيئه امنه حتى تتحقق الفاعليه في الاداء، وذلك عن طريق السماح للافراد بالبحث عن مشكلاتهم وذكرها بدون خوف او تردد. رقم 9، العمل على ازاله المعوقات وكسر الحواجز الاداريه لتصبح مهمة المساهمة في الإنتاج مهمة جماعية. كلنا نجح، الجميع نجح، فريق العمل نجح. أنا أذكر أنه أحد الزملاء تعين مدير في شركة، والشركة هذه لليابان مملوكة، فعمل جائزة أفضل موظف، فزعلوا الموظفين ما فينا حد أفضل موظف أفضل. إحنا كلنا فريق عمل وكلنا نعمل وكلنا نجتهد وكل واحد يؤدي دوره في هذا العمل. ويمكن تروى في القصص التربوية أو القصص الإدارية أنه أحدهم أراد أن يعطي سلة فاكهة لمجموعة من الطلاب، قال الذي يصل إلى الشجرة أول واحد سأعطيه هذه السلة. فالأطفال فيهم السريع وفيهم البطيء، فيهم صاحب الإعاقة، فأمسكوا بأيدي بعضهم البعض ومشوا خطوة خطوة مع بعض حتى وصلوا إلى الشجرة مع بعض وتقاسموا سلة الفواكه للجميع. هذا النفس وهذه الإيجابية وهذه الروح الجماعية والعمل الجماعي هو الذي يؤدي إلى الإنتاج. والبعض بيقول الميزة التنافسية، البعض سماها الميزة التكاملية، الجميع يشترك في النجاح والكل يكمل الآخر. رقم 10، العمل على إيجاد نواتج جيدة من خلال الابتعاد عن الشعارات والنصائح ونقد العاملين، فهي لا توضح كيفية تحقيق الأهداف والوصول إليها، إنما تزيد من العلاقات المتوترة بين العاملين. إذا أنا عشان أوصل إلى نواتج جيدة والابتعاد عن الشعارات، أنا لابد من تحقيق روح التكافل والتعاون واللي بتزيد من العلاقة الودية. قبل يومين كنت بتابع على الفيسبوك، عجبتني عبارة أحدهم رسم صورة والصورة متقنة، فأراد أن يتحدى فقال لأستاذه انظر إلى هذه الصورة متقنة ولا عيوب فيها، فقال لنرى ضعها في مدخل الطريق وضع ريشة بلون أحمر وقول من وجد عيبا في هذه الصورة فليضع علامة عليه، طبعا لون أحمر قابل للمسح بس عشان يعرف وين في عيب في هذه اللوحة. فبقول عاد في المساء فوجد اللوحة مغطاة كاملا باللون الأحمر. كل واحد شاطر انه يقول هذه مش حلوه او هذه خطا او هذه مش سليمه او هذه كذا.
فعاد إلى أستاذه مستغربا ومستنكرا، فقال هكذا الناس. في اليوم الثاني امسح كل النقاط الحمراء هذه وتبقى اللوحة الأصلية. في اليوم الثاني ضع ريشة واكتب: من وجد عيبا في هذه اللوحة فليصلحه. في المساء ولا واحد مسك الريشة. أو خلاص تمام حلو. إذا إحنا شاطرين كلنا في الانتقاد، لكن العلاج صعب. وكما قالوا: أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام. النقطة 11: إحلال القيادة للجميع وإبعاد الإدارة بعدد الأهداف عن طريق تكوين فرق العمل التي تسعى إلى التطوير المستمر من خلال الوقوف المستمر على الوضع الراهن. كيف يعني؟ أنا مش أعبي المدير أنه يتابع كل شيء وأهداف كبيرة، وهو حيتابع حيصير مثل ما قالوا: تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصير. لا، أنا بعمل بسموها سياسة التفويض الناجحة. سأضع رؤساء أقسام وكل واحد له مهام وهو الذي يتولى، وتكون مهمة المدير المتابعة والإشراف وليس الغوص في التفاصيل. رقم 12: إعداد البرامج القوية لتحقيق التربية المستدامة، وتسعى إلى تمكين العاملين لأداء مهامهم الجديدة مما يسهم في تعزيز التعليم والتحسين الذاتي لديهم. القيادة الناجحة هي التي تخرج قادة. يعني من الضعف في القائد اللي بيقول: من يوم أنا تركت الشركة والشركة تتراجع لورا ما حدا قادر يعبي مكاني. لا، أنت فاشل لأنك لم تصنع قادة ولم تصنع رجال يقوموا بدورهم، وبسموها يعني الأتمتة أو الأوتوميشن، أو أنه الأفراد كلهم بيقوموا، المدير موجود مش موجود، العملية كلها بتتم بطريقة سلسة. آخر نقطتين 13 و 14. 13 بيقول: إيجاد اتجاهات تحقق عمل الكل ومشاركته ومساهمته في التغيير، الجميع يشارك في التغيير ويساهم في التطوير. أخيرا: العمل على إيجاد تنظيم يحقق متابعة جميع العاملين والوقوف على مدى تطبيقهم للجودة في العناصر 13 السابقة. إذا البند الأخير هو تطبيق لل 13 بند السابقة، حتى إن أنا بالأخير اللي هي المتابعة والتقييم هي أساس للعمل. حطينا 13 نقطة وما تابعناهم وما قيمناهم وما اشتغلنا عليهم، بالتالي صارت نقاط فقط. إذا البند الأخير هو الذي يحبك كل هذه العملية، فالجودة هي هدف الجميع وليست هدف لفئة أو حتى للأغلبية. هكذا بيكون أنهينا النقاط 14 لديمينج. ونيجي للشخصية الثالثة اللي هي شخصية كروسبي، اسمه فيليب كروسبي اللي أسس كلية الجودة. اشتهر كروسبي في سنة 1979 من خلال كتابه اللي هو Quality is Free، كان من أكثر الكتب مبيعاً ورواجاً في ذاك الوقت. ركز على أساليب تطوير الجودة وتخفيض التكاليف. إن أنا الجودة تعني إن أنا أصل إلى بسموها علاج المعادلة الصعبة. المعادلة الصعبة إن أنا بدي منتج خالي من العيوب، ومنتج يلبي احتياجات العميل، ومنتج سريع وطلع منه كمية محترمة كويسة، وفي نفس الوقت ما يكون مكلف، لأنه أنا ممكن أطلع منتج كويس وسريع ولكنه غالي، الناس ما تستطيع تشتريه. فالمعادلة الصعبة إن أنا بأوفق بين الجودة والسعر. وعندنا شيابنا وكباريتنا كانوا يقولوا: كويسة ورخيصة وبنت ناس. فهذه هي الجودة، كويسة ورخيصة وبنت ناس بالعامية عندنا. صحيح إنها تكون جيدة وملبية للمواصفات وفي نفس الوقت قليلة التكاليف. بقدر المستطاع قلل تكاليف الإنتاج وحسن في الجودة، بتكون وصلت إلى النظرية اللي ركز عليها كروسبي اللي هي في سنة 79 لما قال اللي في كلية الجودة: Quality is free. يعد أول من نادى بفكرة صناعة بلا عيوب. وعلى هذا الأساس حث المؤسسات أن تكافح باستمرار لتحقيق الهدف النهائي للجودة، وهو نسبة صفر أخطاء
وعرف الجودة بأنها التطابق مع الاحتياجات والمواصفات. أما شهارت فهو أول من عمل بالجودة ونادى بنموذج البي دي سي اي. اللي هو إيش يعني بي دي سي اي؟ البي دي سي اي اللي هو نفذ خطط واستجب وافحص ونفذ. وهذا النموذج عمله على شكل بي من بلان ودو وتشيك واكت، اللي خطط ونفذ وافحص واتخذ الاجراء المناسب. وهذا الشكل اللي احنا بنعرضه امامكم اللي هي الرباعية هذه، او الشكل اللي فيه اربع اقسام، هو يحتوي على الاربع حروف البي والدي والسي والاي، اللي هي بي بلان ودو نفذ وتشيك افحص واكت اتخذ الاجراء المناسب، ونتكلم عنها بتفصيل بسيط جدا. في التخطيط قال لابد من تحديد مستوى جودة العملية الإنتاجية والتعرف على نوعية الزبائن، وضع أهداف محددة مبنية على تلك الاحتياجات. إن أنا بدي أخطط لعملي. في التنفيذ يقوم فريق العمل بإعداد جدول زمني للنشاط ذات الصلة بعملية التحسين، ويتم وضع تقديرات للمواد اللازمة أنا شو بحتاج عشان أنفذ، والتركيز على التدريب، تدريب العاملين، والتحول إلى الوضع من الوضع الحالي إلى الوضع الجديد. إذن أول خطوة إني أنا أخطط، بعدين إني أنا أنفذ، أحط أدوات وإيش محتاج أدوات إني أنا عشان أنفذها، وإيش محتاج خطوات إني أنا أنفذها. الخطوة الثالثة افحص تشيك. هذه المرحلة بتعرف على النتائج بعد تنفيذ الحلول والتحول إلى الوضع الجديد للعملية الإنتاجية. يتم جمع البيانات وتحليلها، ويتم استخدام المعايير والمؤشرات لمقارنة الوضع القديم بالوضع الجديد وقياس مدى التحسن الحاصل في القيام بدراسة تقويمية للوضع. أنا أقيم لوين أنا وصلت. والآن آخر خطوة اتخذ الإجراء المناسب. لما أنا خططت ونفذت وقيمت الفحص تشيك، الآن بدي أتخذ إجراء مناسب. شو الإجراء؟ بناء على التحليل الإحصائي ونتائج التنفيذ، الآن بيقوم هذا الفريق باستخدام التحسينات الجديدة كمعيار في المستقبل وتطبيقها على عمليات الأخرى إدارية أو فنية. بمعنى أنه بعض العمليات أنا بدي ألغيها فلا لازم، أو بعض العمليات بدي أطورها، بعض العمليات أنها ممتازة خليها هذه نفسها. إذا أنا بعد ما خططت ونفذت وقيمت بدي أتخذ إجراء بعد التقييم هذا، ما الذي سينتج عن هذه العملية؟ هل أكمل؟ هل أستمر؟ هل أتوقف أو لا؟ هكذا احنا بنكون يعني انهينا رواد الجودة وتاريخ الجودة. في عندي لأبعاد الجودة في 13 بعد، اذا قبل الفاصل او بعد الفاصل ان شاء الله بنتكلم عن أبعاد الجودة اللي هي Dimensions of Quality، فاعلية الرعاية وكفاءة تقديم الخدمة والمقدرة التقنية واستمرارية تقديم الخدمة، السلامة، سهولة الوصول للخدمات، العلاقة بين الأفراد، الملائمة، التوقيت المناسب والخيار، والبنية التحتية الفيزيائية ووسائل الراحة، المساواة والتركيز على الزبون. 13 بعد للجودة حتى تتحقق هذه الأبعاد في المؤسسة أو تتحقق في أي منظمة أو أي شركة أو أي جهة تطبق الجودة، لابد أن تنتبه إلى 13 بعد. نقولهم باختصار. البعد الأول اللي هو فاعلية الرعاية، المقصود هنا البعد في هذا البعد هو الإجراء أو العمل المنفذ الذي يقيس الفاعلية بنجاح المدخلات، درجة إنجاز الأهداف ودرجة تحقيق النتائج الحصيلة المرغوبة. إن أنا عندي أعمال وقمت بتنفيذها وإنجازها، هل أنجزتها بطريقة صحيحة؟ هل أنجزتها بوقتها؟ هل أنجزتها كما يرغب الزبون أو تلقي الخدمة أو الكاستمر؟ رقم 2، كفاءة تقديم الخدمة.
يعني تحقيق أكبر منفعة ضمن الموارد المتاحة. عندي أنا موارد محدودة، إيش ممكن أعمل فيهم أفضل شيء؟ تقليل التكاليف، تقديم خدمة ضرورية، تلافي الخدمات غير الضرورية، أخفف من الخدمات اللي أنا بقدمها وما بتأدي إلى نتيجة، يعني تقديم أفضل رعاية للعميل واستخدام المتوازن للموارد بين البشرية والمالية والمادية، وتقديم أفضل رعاية لمتلقي الخدمة سواء صحية أو تعليمية. مثل ما أنت تأخذ قطعة قماش وتروح لخياط ويعمل لك منها قميص، يقول لك أنا محتاج 4 متر، يا عم في خياط بيعملها بمتر ونص القميص، ليش أنت بتأخذ 4 متر؟ فهو استخدم موارد ما في داعي أنه يهدر فيها بهذه الطريقة. رقم 3، المقدرة التقنية اللي بسموها الكفاءة الفنية. عندي كوادر بدها يكون عندها كفاءة فنية وقدرة على تقديم الخدمة، وكفاءة إدارية، وكفاءة في الاستفادة من الموارد المالية. أنا ممكن أعمل هذا العمل ويكلفني 100 دولار، وممكن أعمله ويكلفني 10 دولار، ليش أدفع 100؟ إذا في عندي كفاءة فنية وكفاءة إدارية وكفاءة في الموارد المالية. رقم 4، الاستمرارية في تقديم الخدمة، عدم انقطاع الخدمة. يعني اليوم أنا والله شركة ممتازة وبقدم خدمة ممتازة، بعد شوية صرت الخدمة تقل، صرت ما أرد على الطلبات، صرت ما أتابع الموظفين، صرت كذا، تتراجع لورا. إذا الاستمرارية في تقديم الخدمة بطريقة جيدة بنفس المستوى إن لم يكن أحسن، والتواصل مع متلقي الخدمة. رقم 5، السلامة العامة والسلامة الخاصة. كيف يعني؟ لما أنا بقدم خدمة بدي أقدمها بطريقة سليمة. لو جينا لشركة، شركة صيانة، راح العامل يعمل صيانة لمكيف، طلع برا سقط على الأرض، مش مقدم له أدوات سلامة ولا طريقة آمنة ولا بسموها السيبة أو السلالم، أو فلسطين بسموهم البيجوم، أو اللي هو طريقة اللي يجلس عليها ويكون آمن في وضعه. فأنا عرضته للخطر هذا العامل، إنه عشان يعمل عمل صيانة أو بيصلح سيارة وكان في عنده خطأ، وفيه كتير أخطاء بتصير في المصانع وفي الأعمال. في البحرين أنا من يومين مريت على شركة بامكو كاتبين وصلنا إلى 1,500,000 ساعة عمل بلا حوادث. طبعا في إحصائيات لهم حتى أخذوا الآيسو، 1,500,000 ساعة عمل بلا حوادث في المصنع. فالسلامة ضرورية. رقم 6، الوصول إلى الخدمات. والوصول وصول جغرافي واجتماعي ومادي ومؤسسي. أوصل لك جغرافيا في المكان اللي أنت فيه، أوصل لك اجتماعيا، ثقافيا، ماديا، إن أنا أقدم لك الخدمة اللي بدك إياها عندك. رقم 7، العلاقة بين الأفراد. لابد أن تسود بين الأفراد علاقة الثقة والاحترام والسرية واللباقة والتجاوب والتفاهم والإصغاء والتواصل مع الناس. ولما أنا بتصل في الشركة برد علي واحد بطريقة لبقة وبطريقة مهذبة، وبرد علي وبفيدني وبعنده معلومات. اتصل فيي قبل فترة مكتب عقاري، كنت بدي أخذ مكتب للاستشارات الإدارية، فبيعرض علي أنه عندنا مكاتب، غرفة وصالة وغرفتين وصالة وكذا وكذا. فأنا بسأله الموقع، قال في مكان كذا، قلنا أوكي. طيب بالنسبة للأسعار، الدفع كاش ولا تقسيط؟ قال ما بعرف. طيب الأسعار تبدأ من، قال ما عندي. طيب أنت ليش بتستخدم، بتكون أنت الواجهة أو أنت المسوق أو أنت السيلزمان اللي أنت بتسوق هذه السلعة وما عندك المعلومات الكافية حتى تخلي الزبون يتفاعل معك وياخذ من عندك؟ طبعا أنا قلت له مشكور ومش عايز منك خدمة مدام أنت مش عارف إيش الأشياء اللي عندك وكيف تسوق بضاعتك، فنشوف مكتب تاني. رقم 8، الملائمة، وهي اتباع الإجراءات الصحيحة. ملائم لهذا العمل، هذا العمل يتناسب معه هذه الطريقة، وهذا العمل يتناسب معه هذه الطريقة.
رقم 9 التوقيت المناسب. انا ما بستفيد انك تقول لي والله انا جيت شركه الصيانه وصلحت لك الثلاجه بس اجيتك بعد اسبوع، طب ما الاكل اللي في الثلاجه خلاص خرب. اذا التوقيت المناسب، انا كنت محتاج هذه العمليه او هذه الخدمه في هذا الوقت، بعد كده ما في لها فائده، ما في داعي الى هذه الخدمه. رقم 10 الخيار، وتعني امكانيه اختيار متلقي الخدمه. مثلا انا بدي اودي سيارتي للصيانه، انا اريد هذا الفني هو اللي يعملها لانه فاهم وانا برتاح لما بشتغل عنده. اذا كنت في مستشفى انا اريد هذا الطبيب بكون جيد او كذا. رقم 11 بقينا نقطتين اللي هي البنيه التحتيه الفيزيائيه ووسائل الراحه، الشكل الخارجي للمبنى واساليب الترفيه في المبنى، جلوسك في المبنى مكيف جميل، في وسائل تتريح فيها، في تلفزيون تتابع قبل ما يجي دورك وهكذا. رقم 12 التركيز على الزبون، دائما الزبون هو محور الجوده، مثل ما بيقولوا الطالب هو محور العملية التعليمية، المريض هو محور العملية الصحية، الزبون بشكل عام هو محور العملية الإدارية. وأخيرا المساواة، لابد من المساواة، ما بيصير هذا ابن المسؤول يبقى ياخذ الرعاية وياخذ الاهتمام ويجي زبون ثاني ما ياخذ رعاية ولا اهتمام، بالتالي تفقد هذه المؤسسة مصداقيتها وتفقد يعني معاملتها للناس، وبتبدأ الناس بالتخلص منها. بنكون هكذا خلصنا 13 بعد من أبعاد الجودة، وتكلمنا عن تاريخ الجودة، وتكلمنا عن المشاهير اللي أقاموا بالجودة، وبدأناهم بديمينج، وتكلمنا عن جوران ثلاثية جوران، وتكلمنا عن ديمينج ونقاطه الـ14، وتكلمنا عن كروسبي وشهار كعلماء للجودة ولهم مدارسهم وكتبهم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.